مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الفضاء الثقافي. في هذه الحلقة سأستضيف لكم شاعرا كبيرا عرفتموه في منابركم الشعرية في موريتانيا، ومثل موريتانيا أيضا في منابر شعرية خارجية. شاعر معروف عرفه الجميع بأنه أحد السدنة الحرف في موريتانيا، وأحد الذين يغارون على لغة الضاد فيها، وأحد الذين يحافظون على رصانتها في شعرهم وفي نثرهم وفي حتى خطابهم اليومي. ضيفي هو الأستاذ الشاعر الكبير محمد الحافظ ولا أحمد. الحمد لله، ولا أحمد غني عن التعريف، ولكن هناك بعض الإنجازات الهامة التي بودي لو ذكرتها، وهو أنه كتب عدة دواوين شعرية، منها ديوان المحكمات عراها في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وصناجة العرب، وديوان العرب، وآخر هذه الدواوين عودة الهديل، وكذلك له تآليف نثرية بينها في رحاب الأدب، وهو مجموعة نقالات نقدية، والبعد القومي ألفت عنه عدة رسائل وكتب، من بينها البعد القومي في شعر محمد الحافظ والأحمد، وهي رسالة أخرى من جامعة نواكشوط، والصورة الشعرية في شعر محمد الحافظ والأحمد، وكتب أدبية تناولت شعر الشاعر أيضا، من بينها توظيف الموروث في القصيدة الموريتانية الحديثة، وكتاب ألفته الشاعرة الأديبة باتا منتربرا، أعتقد أنه يعني كتاب الشعر الحديث في موريتانيا، وكتاب أيضا ألفه الشاعر الكاتب الدكتور محمد العبدي، وأعتقد أنه يعني كتاب ما بعد المليون شاعر، وكتاب الدكتور محمد الحسن المصطفى حول الشعر الموريتاني الحديث. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة مع شاعرنا الكبير الأستاذ محمد الحافظ الأحمد. أستاذ أهلا بك. مرحبا. بودنا بداية لو حدثت المشاهدين عن بدايتك في الدراسة وفي أترابك وفي مضارب الحي، تلك البداية بودنا لو حدثتنا عنها، كيف تكونت شخصية الأستاذ محمد الحافظ الأحمد من تلك البداية؟ أنا نشأت في مرابع قريبة من مقاطعة بوتينيميد التي تشتهر بالعلم والثقافة والأدب، ومن شعرائها المعروفين الشيخ سديال الذي يقول: ألاعم صباحا يا أباتني ميتا، وحزم فخار ما أردت وشيتا. جميل. الحي الذي كنت فيه هو حي في مرابض مياه محاضر تسمى البادرس، والمحاضر في اللغة العربية هي المياه. يقول تميم بن أبي بن مقبل العجلاني: قوم محاضرهم شتى ويجمعهم دوم الإيادي وفاثور إذا انتجعوا. العرب كانوا في نجعتهم يكون لهم منتجع عام يلتقون فيه جميعا، هو أول بقعة أو موضع تقع فيه الأمطار. جميل. عندما ينتهي الخصب وتغور المياه يرجع العرب إلى محاضرهم، والمحاضر هي المياه، وكلمة الحضارة مشتقة من المياه، قريب الحضر حكما هذا الاشتقاق أصله من الماء. جميل. لأن الحضارة لا تنشأ إلا حول ماء، إما نهر وإما بئر وإما عين وإما غير ذلك. فالمهم في حاضرة البادرس، ووقتها لم تكن حاضرة إنما كانت مرابع بدوية، نشأت هناك. جميل. تململت في رمضاء الشعر العربي لأني ولدت وترعرعت في حي أغلب رجالاته من الشعراء، إما من الشعراء الذين يتغنون بالشعر الفصيح أو الذين يتغنون بالشعر الشعبي. جميل. وأغلب العلماء الذين درست عليهم سواء كانوا من هذا الحي أو من الأحياء المتاخمة له هم من الشعراء. درست على شاعر تلمس بن معاوية، وهو كان شاعر، وهذا أبوه عم والدتي. جميل. ويقرب إلي جدا. جميل. وهذا من مدرسين الأساسي. والشيخ محمد بن الأحمد دفال هذا كان قدوة في العلم والتصوف والأخلاق، وشاعر أيضا. جميل. من شعره مثلا: من ذكر أزمان تولت سوالفي، دموعك تجري بين هام وذارفي. جميل. ودنبج هذا هو الذي يقول في قصيدة
وإنك لو غضبت على الثريا لما في البرج عودت الإيابة ولو قبل النبي نشأت طه لجئت مبشرا تتلو الكتاب ولو لم يحتجب معناه فيه لدك جلاله الصم الهضابة. جميل جدا. وأيضا درست على ابن محمد هذا الشاعر محمد فؤاد وهو شاعر أيضا من شعره رويدك عاذلي إن الإذاعة ذاعت بالتفرق من ضباعة وهي مدحة للرسول صلى الله عليه وسلم يعارض بها قصيدة القطامي الضباعية التي مدح بها أحد أجواد العرب. جميل. كنت يتغنى فيها بضباعة هذه إلى غير ذلك. والمصطفى والمعوجة هو أخو الدنبجة هذا لم يكن من مدرسية ولكن كان قدوة عندنا في الشعر. جميل. والذي يقول ألا يا رفيق الشيب هل لك من عذري ومن عظة أو حجة فيها وان عذري وفي ذكر أيام تولت من الصبا بريع المعا لم يبق منها سوى الذكر. جميل. ديار نقمنا بينهن بغبطة سنين كأن ما أقمنا سوى شهري فلله عصر قد أقمناه بينها ولله حي كان في ذلك العصر إلى آخره. الله الله الله. والشاعر والأديب والعالم والولي الصالح الشيخ محمد عبد الودود الرباني. جميل. هذا أيضا كان عالم وكنا يعني في ما نزعم أنه يحفظ كتاب القاموس الفيروزابادي. جميل. معروف باللغة من أنظامه التي هو نظم عنده نظم يحصر فيه ما كان آخره ما كان لامه سينا من فاعول عياض في الإكمال فاعول لم ياتي ولام سينه في الكلم إلا الذي جاء من الناموس ولفظ الجاسوس والجاروس كذلك الفاعوس والبابوس يليهم الداموس والقاموس إلى غير وجاء قابوس وعاطوس وفانوس وجاموس وغيره انتفى. فيحصر ما ورد في اللغة العربية من فاعل من هذا من فاعل آخره سين. جميل. إلى غير ذلك. متى خرجت من مضارب الخيام إلى المدينة؟ شاركت في مسابقة إعدادية بتلميذ التي وقتها كانت تسمى المعهد. هذا المعهد أتذكر السنة؟ تقريبا بعد وفاة جمال عبد الناصر. أيوة. السنة مباشرة ما أذكر 71 بداية السبعينات يعني. هي السبعينات. و عملت مسابقة ونجحت فيها بتفوق وانتسبت إلى المعهد. أيوة. هذا المعهد كان أسسه أحد رجالات بوتلميت هو الشيخ عبد الله بن الشيخ سيدية. وهذا المعهد لو أنه تمادى واضطرد عطاؤه فيما أراد له هذا الشيخ كان يمكن أن يضاهئ الأزهر القيروان وغير وهذه التي في 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 زيتونة في تونس زيتونة والمدرسة التي في المغرب أيضا القرويين القرويين في فاس في فاس. جميل. لكنه للأسف الشديد انفصمت عراه وربما أنا أقول إنه مسخ فأصبح إعدادي. هل تتذكر أيامك في المعهد والله وزملائك يعني أذكر بالضبط أني جئت للمعهد وأنا أقرض الشعر. أيوة. من الغريب أني لما جئت للمعهد وهذا شيء يسموه العراقيين الحلمنتيشي. أيوة. الشعر الحلمنتيشي الشعر اللي لا قيمة له شعري أني أول مرة جئت أنا كان الوالد رحمه الله يدللني وكان نذرني للعلم وكنت يعني ما لا تشتغل بشيء لا أتعاطى شيء غير الدراسة. أيوة. فلما جئت لم نجد الشاي في المدرسة فقلت حان الأتاي وما بالدار من ناري ولم أجد فرنة والخالق الباري إن الرؤوس بها موم تضمنه قيء يزف بأقدار وأكدار. أبيات على هذا النحو. فأبلغها بعض الناس إلى المدير ونسيت اسم المدير فأصدر المدير أمرا أني أنا ذلتي من الطلاب أن يعمل لنا الشاي ولكن في جلسة خاصة مع المراقبين مع مراقب جميل. جميل. وكانت لفتة منه. جميل. على هذا النحو. جميل. أيضا
ذلتك. هناك زيارة المختار بن دردار رحمه الله، أيوة، وبعض ضيوفه من المغرب العربي، ما أذكر كان تونسي أو الله غيره، أحضرت قصيدة. وهنالك أيضا وكانت مثلا هي التي اعتمدت الإعدادية. وفي أثناء ذلك أيضا، في أثناء دراستي، مركزت دراسة سنتين في معهد بوتليمين، كان المفروض أن تكون 3 سنوات ولكن أنا اختصرت في سنتين. في إحدى هاتين السنتين عملت الإعدادية مسابقة لقصيدة في الأصالة الموريتانية، أيوة، ذاك بداية إرهاصات انضمام موريتانيا للجامعة العربية. وهو نفس الوقت الذي نظم فيه محمد يحضي، الشاعر محمد يحضي، قصيدة يا موريتاني لك الكلاء أتوضى الظفر. والغريب أنه أنا نفس قصيدة أيضا من الكامل، ولم أكن وقتها أعلم أنه هو قد نظم هذه القصيدة، ولكن أنا قصيدتي كاملية نونية، وهو قصيدته كاملية رائية، وأنا قصيدتي مطلقة وهو قصيدته راوية مقيد، ونالت الجائزة. جائزة طبعا، جائزة على كل حال، جائزة حكما رمزية، ما أدري كيف هي، ولكنها بعد على كل حال تقدير مني. ذلك الزمن هو أول عهدي بأبو الطيب المتنبي. جميل جدا. قبل أن ندخل أبو الطيب، محبوبك، دعني أسألك سؤالا هنا. هل تذكر مساجلات أو إخوانيات حدث بينك وبعض الزملاء في معهد أبي تلمي؟ أنا في الحقيقة جانب المساجلات من شعري ضامر جدا، لأن الوالد رحمه الله كان رجلا صوفيا ورعا، وكان يخاف علي من الهجاء. جميل. ويقول لي إن الشعراء الذين يجون تقصر أعمارهم، فكنت أخاف الهجاء. وبعد ذلك أصبحت أنا أنظر، فإذا هذا الذي قال يعني عنده وجه. نظرت إلى محمد دنان رحمه الله، وهذا من الشعراء المفضلين من الموريتانيين، وإلى المختار بن حامد، وهذا أيضا على كل حال مدرسة خاصة لها طعمها الخاص. هذان الرجلان كلهما عاش 100 سنة وهما قليلا الهجاء. فإذا الوالد كان ينهاني عن الشعر في أول وقت، حتى أخذ علي عهدا بأن لا أجوع أحد. لأن لا تجوع أحد. جميل. إذا بدايتك مع المتنبي. المتنبي في هذه السنة وجدت المتنبي، وهذه السنة هي بداية. هل كنت تسمع قبل ذلك عن المتنبي؟ يعني والله نحن في البادية، في طبعا هنالك ذكر له احد شيوخي وهو الدنبشه، أيوه، كان يقال انه يتاثر بالمتنبي، وقد في قصيدتي هذه البائيه يقال انه تاثر بالمتنبي، أيوه، ولكن مشايخنا لا يحبون ان نذهب الى شعر المتنبي. كانوا يفضلون المدرسه الجاهليه والامويه الى الأموية. حد ما مدارس الاستشهاد حتى يربطوننا بشعر الاستشهاد، ايوه، وذلك. انا مثلا كنت تقريبا احيانا اعارض عمر بن ابي ربيعه، عرضته بقصائد، قصيدته ذي كنت احفظها، من ال نوع من انت غادم. وهل تحفظ القصيده التي عارضت بها عمر بن ابي ربيعه؟ لا والله ما احفظها. جميل جميل. ولكن احفظ اطلال من قصائد واحدة عارضت بها وأنا صغير، الشيخ سيد محمد بن الشيخ سيد ياسيدنا، في قصيدتي أهلا بصاحب هذا المولد النبوي. إذا اقرأ لنا نصك هذا. إذا يعني هي ضائعة، ولكن هي طبعا 100 وقريب من 100، ولكن أنا أحفظ منها طلال ذاكرتي، أيوة، من غرب جلهة ذات الشمس بالغدو، الله، عرفت ربع علي ذلك اللووي، أيام علو كعاب كالمهات ترى، في عينها حورا يشفي سقام دوي، الله، كنا عصابة أطفال نبيت على عدو المراح لنا كالجن ذم دوي، نطارد الحمر الضلال نركبها، الله، وتارة في مجال الملعب الكروي، الله، وللعصي شقوق قد شحكن بأعواد صغار لتشهي شدقها الشغوي، الله، الله. هو الشغاء هو أن تنبت بعض الأسنان فوق بعض، صحيح، ونحن كنا نأخذ عصا نشقها ونجعلها مدفع، نسميها مدفع، نجعل نشجيها بعود، وهذا تحدث عنه علقمة في وصفه للظليم، فوه كشق العصا لا ينتبينه سك
ما يسمع الأصوات مصلوم. فشبه منقار هذا الطائر بشق العصا، مما يدل على أنهم هناك احتمال أن صبيان العرب كانوا عندهم لعبة مثل هذه اللعبة. تابع القصيدة، هذا ما تحفظه منها. فيها هي مدحة للرسول صلى الله عليه وسلم: إني إذا لغم النوق الرواحل وفي ركبي ليطربني تلغامها الرغوي. الله. أنا قلت أصلا لغامها، ولكن بعد فترة من الفترات متفعل في البشير أقشعر منها، لأنها دائما ولو أن زهير عملها ولكنها يعني فيها برودة. حتى أعملها تلغامها الرؤني إذا لغم النوق الرواحل وفي ركبي ليطربني تلغامها الرغوي. اللغام هو ما يأخذ ما يسقط من زبد زبد الجمل. قال حطيئة: ترى بين لحييها إذا ما تزغمت لغاما كنسج العنكبوت الممدد. جميل. إني إذا لغم النوق الرواحل وفي ركبي ليطربني تلغامها الرغوي خوص تشم على الإعياء مجرجرة ضرذان أمعز في دويها الخلوي تأم أرحلنماء والضريك إذا تجمع الخرق لليأسي والرجوي. الله. غدا تبان لهم ألا نجاة لهم إلا بفلك نجاة المصطفى القصوي. الله الله الله. وفي امتحان مجاز العمر ملجأنا عند الوقوف بذاك الموقف الشفوي. الله. عندما يقال له: ما تقول في هذا الرجل؟ فجعلت بمعنى كأن السؤال ملكين هو بمنزلة الشفهي في البكالوريا، يعني ما تقول في هذا الرجل. والذي يتضمن الامتحان إما الفوز وإما الرسول. أيضا قصيدة للشخص سيدي محمد. شخص محمد هذا هو والمحمدي مساجلاتهم كنا نقرأها في الوسيط، وكان لها وقع وصدى. وأذكر مرة أن الشيخ محمد بن أحمد دفال سئل، ما أدري إن كنت حاضرا أو أبلغني أحد ذلك، أنه سئل عن شخص محمد بن الشيخ سيدياء وابن محمدي أيهما أشعر، فقال: هنالك أربعة رجال لم يجلس مجلس أو تحدث موازنة أو مماثلة بينهما إلا تعصب فريق لهذا وفريق لهذا، جرير والفرزدق وشيخ محمد وابن محمدي. وهذا يدل على أنهم متقاربون. إذن تعرفك بديوان المتنبي. المتنبي عرفته في هذه سنة 71. أيوة. توصلت بالديوان. والله. أيوة. عرفت المتنبي. الغريب أن المتنبي كان المفروض أن أحفظه. أيوة. ولكن أنا أعامله كما يعامل أطفال البادية الحلوى. يعني هم الحلوى يذوقونها قيتة، يعني شيئا فشيئا حتى لا يملوها. أنا المتنبي حتى هذه اللحظة لا لم أشأ أن أحفظه، لأني لا أريد أن أمل شعره، فكأني أجعل شيئا مصطانا من شعره لمرحلة أخرى. هل صحيح يا أستاذ أنك في الصباح، في كل صباح لا بد أن تصطبح بقصيدة للمتنبي وأخرى لغيلان؟ هنالك صبوح. أيوة. يسمى التمر بالزبد. أيوة. هذا الكلمة أصلا قد قالها سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. قال: إذا وافق الحق الهوى فذلك التمر بالزبد. أيوة. وقد نظمتها: وإن وافق الحق الهوى ولقلما قد اتفقا يوما هما التمر والزبد. أيوة. هذا في مبالغة، أحيانا أفعلها، لست أفعلها كل يوم، ولكن أنا أحيانا أفعلها. تفعله. وأستعذب قصيدة لأبي الطيب المتنبي وأخرى لغيلان. من الغريب أن غيلان هذا رجل مظلوم، ولم يظلمه الموريتانيون، إنما ظلمه العرب الآخر. الآن عندما تنظر في مناهج الدراسة سواء منها الإعدادي حتى الابتدائي والجامع، لن تجد نصا لغيلان. صحيح. أبدا. صحيح. لم أرى بعيني نصا في كتاب مدرسي لغيلان. بينما تأثير غيلان على الموريتانيين تأثير عظيم في ناحيتين. وهنالك ناقة غيلان تسمى صيدح. أيوة. هذا الاسم. أيوة. أصبح صفة لكل ناقة تركب. أصبحنا الناقة التي تركب نسميها صيدح. وهذا في الحقيقة كان علما وليس صفة. جميل جدا. مرة مثلا هناك أيضا أن تأثير غيلان في أن العروس تلبس السواد، وليل كجلباب العروس درعته بأربعة والشخص في العين واحد أحم علافيون وأبيض صارم وأعيس مهري وأزهر ماجد. الله الله. هو غيلان راكب في الليل وهناك القمر، والظل هو ظل
شخص واحد وهو أربعة أهم علافيون، يعني أهم يعني رحل، أهم يعني أحمر منسوب العلاف، وهو الرجل الذي يصنع الرحال، أهم علافيون، وأبيض صارم يعني سيف صارم قاطع، وأعيس مهريون، مهريون منسوب لبني مهرة بن حيدان، حي من قضاعة من بني الندغة من 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 أحياء اليمن، جميل. هم تنسب إليهم الإبل المهرية، جميل. و و و و و وأزهر ماجد يعني نفسه سيد مثلا. فإذا مرة كنا في العراق، أيوة. وكان كنت سأسألك عن هذه قصصك في قصصك في العراق، تفضل. هناك رجال منهم أحيانا كنت يعني أحتد معهم، ولكن عرفت أنهم يعني يفتعلون المشاجرات معي ليستحثوا أيوة. مثلا إعجابي بشعراء العرب وبقضايا العرب. مرة قال أحدهم إن الموريتانيين يلبسون عرائسهم ثياب الحداد، أيوة. يعني ملحف السوداء. فقلت له أنتم تلبسونهن الأكفان يعني ثياب بيضاء؟ هذا قلت له تقليد أندلسي، ونحن جاءنا من الأندلس. وغيلان قلت له يقول وليل كجلباب العروس درعته الله بأربعة والشخص في العين واحد والأبيان. أيوة. والحقيقة أني أنا فسرت البيت تفسيرا انتقائيا، هو البيت له تفسيران. وليل كجلباب العروس يعني أسود. أيوة. وهنالك تفسير آخر أنه طويل، لأن العروس أهلها يعملون لها ثوبا ضافيا. صحيح صحيح. وهما تفسيران على كل حال صادقان. لديك حكايات كثيرة في العراق سنصل إليها إن شاء الله، مهمة بالنسبة لك، ولكن أريدنا أن أسألك، لو سألتك الآن هل تحفظ قصيدة المتنبي لك يا منازل في القلوب منازل؟ أحفظ مرة أيوة. أنشدت قصيدة أيوة. في الجامعة المستنصرية أيوة. في بغداد في بغداد أيوة. من حقل صدرك الله. يا عشتار يوم رباء الله. وخضوضر الشعر في أفواهنا عربا الله. وفاضت البصرة العذراء قهقهة من معصر قلبها من حبها اختلبا الله. تنداح غابة أرز تستفيض هوى ومن جدائلها النخل الأبي شبا الله. تمورت ألقا بغداد فارعة الله. هيفاء دلهت الدنيا بها قببا الله. من سحر بابل محبوك جدائلها هاروت فيها وماروت كم اصطحبا الله. والرافدان زبورا كوني ما فتئا يرتلان هنا من عزنا الكتب الله الله. لا أنا أقول فيها بغداد في لامة الميدان ساجعة بالشعر خافقها بالعزة اختضبا فمن يغني وشخص الموت منتصب إلا الذي صدره ملء العلا رحبا إلى آخر القصيدة. فانثال علي الشباب أيوة. بعد قراءتي للقصيدة وقع لي هنا وقع لي هنا كل واحد منهم يعتز بتوقيع شاعر، وأنا توقيعي يعني توقيع موحش حتى أيوة. أني مثلا تتوقعك عادي البنك عندما أتيهم وقع له توقيع لا يشبه توقيع الماضي، لأني مرة يحتجون علي فأقول لهم هذا ما أحسن. إذا الشاب والشابة العراقية وجد توقيع شاعر فكأنما أدخل الجنة. أيوة. بينما فتاة يعني لعلي لم أنتبه إليها تقول أنا غير محظوظة، أنا غير محظوظة، لو كنت محظوظة لوقع لي الشاعر. فقلت لها سأوقع لك ولكن بشرط أن تحدثيني عن قصتين وقعتا في بغداد، وإحداهما عن المتنبي أيوة. وشريف المرتضى أيوة. وإحداهما عن علي بن جيام فأنشدت علي بن جيام. فإذا هذه القصيدة لك يا منازل في القلب في القلوب في القلوب منازل أقفرت أنت وهن منك أواهل الله. لما جاء المعري أيوة. إلى بغداد وكان الشريف المرتضى هو نقيب الطالبيين الشرفاء الطالبيين أيوة. منسوبين إلى علي بن أبي طالب وكان للشرفاء هنالك موقع كبير وهو أخو الشريف الرضي الذي له تأثير على نهج البلاغة في من خطب علي رضي الله عنه. إذن أعجب بمعري فأصبح الأدباء فقدوا أعطيات الشريف وكان رجلا سخيا يعني تضررت مصالحهم فقالوا لا بد من الواقعة بين هذين الرجلين. وكان أبو الطيب كان المعري
كان معجبا بالمتنبي إلى حد الفتن. صحيح صحيح. ويقول إن المتنبي كوشف عني بقوله أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي. أيوة. وأسمعت كلماتي من به صمم. سأستظهر أنا أيضا بعد ذلك أنه أيضا كوشف له عن طه حسين الذي لا يحبه. أيوة. فقلت إنه أيوة. كوشف له عنه في قوله وإذا خفيت على الغبي فعاذل ألا تراني مقلت عمياء. عمياء. فإذا قالوا جدا. فكان الشريف المرتضى لا يحب المتنبي. أيوة. الرجل العظيم. قال العقاد في عبقريته عن إحدى عبقرياته. أعتقد أن كتابه عن المعري. أن ليس من العبقريات إنما هو كتاب تحليل نفسي. أيوة. عن المعري. فقال إن الرجل العظيم من علامة آيات عظمة الرجل أن يفرط محبوه في حبه وأن يفرط مبغضوه في بغضه. وكذلك المتنبي هنالك رسالات تقريبا لا يقف الناس موقفا وسطا فيهم. أيوة. مثلا المتنبي إما أن ترى الرجل مدلهم به أو لا يحبه. ترى رجلا يقول إنه عنجهي وإنه يعبد نفسه ونرجسي. هنالك مثلا ابن تيمية إما أن ترى رجلا لا يأخذ من الفقه ولا من العلم إلا فقه ابن تيمية. أو رجلا يبدعه ويقول إنه رجل لا يحب الصالح. مثلا هنالك بعض الرجالات اللي لا تجد مثلا حلا وسطا على علاقة الناس به. جميل. فقالوا أنشدنا من شعر أبي الطيب. فقال لهم الشريف المرتضى بئس أخو العشيرة. رجل مستبد مثلا كذا. أيوة. المتنبي كان معناها المعري كان حادا. أيوة. فقال لو لم يكن له غير هذه القصيدة أيها الشيخ لكفته. لك يا منازل في القلوب منازل. أقفرت أنت وهن منك أواهل. فقال شر الخبيث الأعمى فقد سبني. القصيدة فيها من آخرها وإذا أتتك مذمتي من ناقصي فهي الشهادة لي بأني كامل. قلت الفتاة استظهرت هذه القصة. قلت لها ما القصة الأخرى؟ قالت لي بينما رجل يصادف امرأة في المكان الفلاني الحي الفلاني إذ قال هو رحم الله علي بن الشام. فقالت هي رحم الله المعري المعرية. فسمعهما شاب واحتار ماذا يقصدان. ذهب إلى الرجل فإذا الرجل قد مضى. فإذا المرأة قطوف الخطى يعني هي يعني أقصر منه خطا. فقال لها بالله عليك ماذا قلتما؟ قالت له إنه يومئ إلى قول بن الجهم عيون البهى بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري قليلي ما أحلى الهوى وأمره وأعلمني بالحلو منه وبالمر وأنا قاتل قصدت إلى قول المعري فيا دارها بالحزن إن مزارها قريب ولكن دون ذلك أهواله. الله الله. جميل. فإذا هذه قصتك مع هذه في بغض. نعم. في مرة أحد الشاميين قلت قرأت أمامه قصيدة وحدثت لكم معه قصة، هل تتذكر هذه القصة؟ مرة في بغداد. أيوة. هناك رجل من الشام من سوريا تحديدا. أيوة. والذي أذكر أنه عالم في اللغة من أعتقد أنه من أعضاء المجمع اللغوي. أيوة. هذا المجمع اللغوي للأسف الشديد يعني هنالك أخطاء جسيمة جدا هو الذي قررها منها التقييم. هي أصلا الكلمة قوم. أيوة. واللغة لغة يعني تنتقل من الحسي إلى المعنوي. قوم العودة ثم التقويم وهما أرادوا أن يفصلوا بين قوم الشيء معناها سقم مثلا قومه وبين قوم الشيء أي حدد له قيمة فجعلوها التقييم. جميل. وهي خطأ فادح جدا. هنالك أخطاء فادحة جدا منها هذا الخطأ. وهذا فعلا بالتأكيد أقره المجمع اللغوي. جميل. فقال لي أنشدته قصيدة كانوا بعض الشباب. أيوة. يعني يغرونني بنزار وأنا أنا في الحقيقة معجب بنزار من ناحية ولكن من ناحية أخرى أتحفظ عليه من حيث تكسيره للغة ومن حيث استهتاره بها ومن حيث حتى استهتاره بالقيم الدينية وغيره وأري الناس أني من أعدائه وأنا في الحقيقة متوسط فيه. أنا أعلم أنه شاعر مبدع ولكنه ليس
أنت الآن قبل أن ندخل استشهدت لي ببيت من شعر نزار قباني على قضايا أخرى. تفضل. نعم. فأرادوا أن يستفزوني فقلت لهم أنا أستطيع أن أعارض نزار. أيوة. في هذه اللحظة. أيوة. قالوا لي قصيدته نثرت على ثراك الطاهر الهدوء. فرشت فوق ثراك أو فرشت فوق ثراك الطاهر الهدوء. يا دمشق لماذا؟ لماذا؟ فانشدت على الفور. كسوت نهديك من سحر النساء إتبا. الله. فإن عتبت فإني أرفض العتبة. الله. علمت نهديك لحن الحب فاعترفت بنهدك الدول العظمى إذا انتصب. الله الله. أنا الذي فتح العينين سيدتي على لمات. الله. ومن جلالك الشنب. الله. فأنت عبدي ولكن من ملاحته حررت عبدي لوجه الحسن محتسبا. الله. ولا أمن على حواء مملكة مدت لها في قلوب السادة القنوبة. الله. فضحك وقال إن الموريتانيين فعلا شعراء ولكنهم يدخلون الفرنسية في شعري. قلت وين الفرنسية؟ قال هذه الكلمة التي يقول إتبا. إتبو هو بقيرة تلبسها الجارية الصغيرة. أيوة. كي دليل على الطفلات عندنا. لاكم ميلي لاكم ميلة. أيوة جميل. فقلت له هذه فرنسية امرؤ القيس. هو ما عرف من القاصرات الطرف لو دب محفل من الذر فوق الإتب منها لأثر. وبعد ذلك غيرت هذا لأنه قلت ما دام هذا الرجل عضو في المجمع اللغوي لا يفهم كلمة إتب لابد أن أغيرها حتى. جميل. إذن هذه كانت أيضا من قصص قصتك مع السفير الكويتي هنا. لديك قصة معه أنه مرة أراك هناك صورة ممثلة هندية ملحق في السفارة الكويتية. كان صديقك؟ والله صديق. أنه هو الآن كان سفير بالهند. أيوة. لا يأتي هو دائما يشتاق إلى موريتانيا ويحبها. ولا يأتي موريتانيا في وقت من الليل ولا من النهار إلا واتصل إلا وبعث إلي من يأتيني من يأتيه بي. جميل. ويسمى سليمان الحربي. جميل جدا. ومرة شربنا معه الشاي في السفارة. أيوة. فوجدت عنده ديوان نزار قباني وديوان بدر شاكر السياب وصلاح عبد الصبور بعض هذه الكتب حديث. فقلت له أعرني هذه الكتب. قال تعال تعال. ودخل بي إلى غرفة نومه وأراني ما يسمى ألبوم يعني حفيظة الصور. فأراني صورة لممثلة هندية. أيوة. فقال الآن ترتجي الأربعة أبيات على هذه الصورة فأعطيك هذه الكتب. فأستغفر الله من ذلك. ممثلة اسمها إمام علي. إمام علي. أيوة. إمام علي يا إدهاش عقلي وإيماني. قلته بديهة يعني. وإيماني بمن خلق الجمال. الله. أيعبد أهلك الأبقار جهلا ولو عبدوك قد كان احتمالا. الله الله. وحاش الله لم أشرك بربي وما قلبي عن التوحيد مالا. الله. ولكن إن يكن صنم فأولى بحسنك أن يكون لهم ضلالا. جميل جدا. هذه أيضا لها تداعيات أخرى. كنت مرة مع شباب وشابات من العراقيين. أيوة. وكانوا يستطرفون بعض القصص التي أحدثهم بها عن موريتان وخاصة قصيدة عودة الهديد. أيوة. تلك التي أن فتاة مرت فإذا فأرة تتقمص سعلاتا. أيوة. والفتاة وهذه الفأرة يعني هي على أتم مخاضها وتريد فقالت لها الفتاة على وجه المداعبة إذا أدركك الطلق فآذنيني لكي أكون لك قابلة. فبينما الفتاة في النوم بالليل في هزيع الليل جاءها فارس فقال فلانة تدعوك للقبال. وأنا يعني هذه القصيدة هذه الأسطورة ضمنت وظفتها في قصيدة عودة الهدي. عودة الهدي. وأحدثهم عن هاي الأساطير وأساطير. أيوة. الجن وغيرها فيستطرفون ذلك. مرة كان بعض الشباب عندهم كؤوس خمر. أيوة. فقلت لهم أنا لا أجلس على مائدة الخمر. قالت إحدى الفتيات تعالوا تعالوا نجلس بي هنا أنشدنا. أنشدنا بأفجر شعر قلته من الفجور. فقلت لها أعوذ بالله أن يكون فيه فجور ولكني قلت الكعبة. أيوة. ويح قلبي من ظباء الحرم. ويح قلبي من ظباء الحرم. إن شيطاني بها أغرى فمي. الله. كلما رتبت في نفسي دعاء كان قلبي من هوى حسنى رمي. الله. أفسدت يا ربي هذه عمرتي ثم هذه وتشاطرن دمي. الله. أيها القلب تأدب. إنها كعبة الله وقدس المسلم. الله. وانشدتها ابيات ام مالك. ايوه ام مالك. فقالت يا معود اشرب ليش ما تشرب؟ هذا اشد من الشراب. معود كلمه يقولها العراقيين. ايوه. معناها اطال الله عمرك حتى تكون عود يعني. ايوه. كيف يا طويل العمر.
هناك أيضا شاعر عراقي كان مدلها بنزار قبان. أيوة. ومرة كنا نتطارح وأنا لاحظت أنه يستفزني. أيوة. فقال إن المتنبي إن نزار أشعر من المتنبي. أيوة. قلت المناظرة بينهما والموازنة والمماثلة غير واردة حتى يعيش نزار قباني 1000 سنة قابلة ويبقى منه ما بقي من أبي الطيب بعد 1000 سنة زائدة. قال إنه جعل المرأة طريقا للثورة. فقلت لقد سبقه المتنبي. يقول: محب كنا بالبيض عن مرهفاته وبالحسن في أنيابهن عن الصقر. الله. وللخود مني ساعة ثم بعدها فلاة إلى غير اللقاء تجاب. الله. قال إن المتنبي إن نزار تحدث عن غزو الفضاء. فقلت له لقد قال المتنبي في قصيدة يمدح بها كافور الإخشيدي. كافورا الإخشيدية: يرى النجوم بعيني من يساورها كأنها سلب في كف مسلوب. الله. وهل يكون سلب إلا بعد غزو بل بعد انتصار في هذا جميل الغزو. جميل. ليست النجوم من أجرام الفضاء. جميل جدا. الله يبارك فيك. فقال إنه يعجبني أنه هجاء السادات عند زيارته القدس المحتل أنوار السادات وأنوار السادات وصلحه في كامب ديف. أيوة. قصيدته اللي يقول فيها: سرقوا من الزمان العربي. أيوة. سرقوا فاطمة الزهراء من بيت النبي. صحيح. يا صلاح الدين باع نسخة الأولى من القرآن. أيوة. حتى يهجو فيها السادات. ففكرت مليا ثم قلت له: لا يعجبك إلا شعر فيه هجاء السادات. ألم ترى أن المتنبي قد هجى السادات؟ قال: كيف؟ قلت: قال لا يدرك المجد إلا سيد فطن لما يشق على السادات فعال. الله 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 الله. جميل جدا. إذا لديك أيضا حكاية، التقيت ببعض الشعراء العراقيين، حدثني عنهم. التقيت بالبياتي بولند الحيدري، حدثني عن ذكرياتك مع هؤلاء الشعراء. بالنسبة للبياتي لقيته كان في ذلك الوقت في دائرة الثقافة على يعني مجلهم. جانب من جوانبها هو رئيسه، وتحدث معه وقال له اعملوا معاه كلمني باللهجة. قال اعملوا معاه دردشة. أيوة. وعملوا معاه مقابلة في وعي العمال، مجلة في الحقيقة متخصصة بعض مسائل النقابية وبعض. أيوة. هذا. وعملوا معاه مقابلة مطولة. وكان يعدني انه يجد لي موقعا هنالك في الصحافة. ولكن بعد ذلك ذهبت أنا عن العراق. وطالعت ديوانه. ولكن أنا أقول إن البياتي هو وإدونيس مفكران جماليان، يعني هما فيلسوفان امتطيا الشعر ل ل ل ل ل ل ل امتطيا مثلا الشعر للتعبير الفلسفي. وأحيانا يصدر منهما شعر، ولكن في أغلب الأحوال شعرهم فيه تعقيد وفيه طبعا فيه غوص على بعض الأساطير وبعض الأشياء، ولكن ليس فيه خزامة الشعر ولا يعني. جميل. أستاذ، قبل أن نسترسل هذا الموضوع بودي لو اخترت نصا من ديوانك الآن تقرأه للمشاهدين، وإن كانت لديه قصة أو حكاية بودينا لو. هذه القصيدة هذه القصيدة عودة الهديل. لما أي قصيدة؟ هذه القصيدة بطاقة دعوة إلى أبي حيان التوحيد. جميل. هذه في 1984 ما أدري 87 أو 88 و900 ألف نشرتها في جريدة الثورة العراقية. وقرأها نقاد حضروا المربد، منهم رجل فيلسوف مصري يسمى الدكتور عبد الحليم عطية، أستاذ الفلسفة في جامعة عين شمس. جميل. والله كبير أساتذة الفلسفة في هذه الجامعة. وواحد يسمى مجاهد عبد المنعم مجاهد، وواحد يسمى خلدون الشمعة، هذان أعتقد أنهما سوريان أو هما دائما يكتبان في مجلة المعرفة السورية. و بالنسبة لعبد الحليم عطية قرأ القصيدة، هي كان طبعها لرجل في دائرة الثقافة في موريتانيا هنا من أهل بوتليميت.
ويريد أن يعرفني أنه يعرفني شخصيا، فكتب محمد الحافظ بن أحمد بن المصطفى بن الشيخ محمد أحمد ليريني أنه يعرف الأسرة ويعرف. وتركت أنا هذا الكتاب في بداية القصيدة، فجاءني وأنا في بيس راكب فيه في نزهة، فقال وأنا لابس دراعة موريتانية، فقال أين الموريتاني الذي في العراق؟ في العراق. إن الموريتاني الذي حشر عشيرته جميعا في مقدمة قصيدتي. فعلمت أنه يعنيني. يا أخي أنت لست، أنت غير موجود، أنت أسطورة، أنت فرعون، أنت يا أخي مثل الأهرام. هذه قال لي قصيدة عفريتة، هذه لا يمكن أن يقولها بشر. وعدني أن يكتب عنها، ولكن ضاع مني هذا عنوانه، ولعله ضاع منه. وكنا في البصرة وأنا لابس الدشداشة هذه، ولذلك اليوم كانت علي حمى، وكنت جالس فإذا مجاهد عبد المنعم مجاهد وناقد آخر أعتقد أنه خلدون الشمعة، سمعتهما يقولان القصيدة الرائية التي نشرت لصاحب الدشداشة الموريتانية لو أن لصاحبها ديوانا ونشره سيقلب رأينا في الشعر العربي رأسا على عقب. ما كنا نظنه في الشعر العربي القديم بأنه ليس فيه إبداع وليس فيه شيء. فهذه القصيدة قال، فإذا القصيدة هذه، لكن أنا في زهادة لم أستثمر هذه الأشياء لمثلا لأرفع فيها من صيت القصيدة. صحيح. ونشرت في تلك جريدة، هي هذه مع سلة المهملات. إذا نسمعنا هذه القصيدة، اسمعها المشاهد. هي بعنوان بطاقة دعوة إلى أبي حيان التوحيدي. جميل. وهي في الحقيقة إسقاط لهموم أبي حيان على همومي أنا الخاصة. هذا أعترف به. أنا مثلا كنت صحفي أو صحفي أو في الصحافة، وكنت أيضا كاتب مقالة، كنت أيضا كاتب نقدي، أنا مقالات نقدية. صحيح. وكنت ملي الاهتمام بالقصة القصيرة. صحيح. أصحابي من الصحافة عجينوا، أصحابي من كتاب القصة القصيرة عجينوا، وأصحابي من أصحاب المقالات النقدية عجينوا، وأصحابي من الشعراء عجينوا، وأنا لما أتلفت في هذه الأشياء كلها لم أستطيع أن أكون واحدا من هؤلاء. وأيضا أبو حيان التوحيدي في أيامه كثير من الأدباء تسنموا وزارات وهو اغتاظ وأضرم النار في شعره. جميل. لا هو ليس شاعرا، في كتبه، في كتب وبقي منها الإمتاع والمؤانسة والصداقة والصديق، قليل من الكتب. لم يبقى منها إلا ما يعني أخفاه عنه تلامذته. جميل. فأنا مثلا أستدعي أبا حيان التوحيدي لتحكي معاناته، لأشكو إليه هموم الثقافة وعدم عناية الناس، كما أن عندي قصيدة هنا أشكو فيها إلى سيف بن ذي يزن. أني ولديك أخرى لابن الفارض أيضا. إيه. ولكن قصيدة أبدأ بقصيدة سيف بن يزن. لماذا لا تبدأ بهذه التي تحدث؟ لأن هذه أقصر، هذه أقصر إذا كان في الوقت متسع. تحدثت للمشاهدين عن مقدمتها حتى لا يكون هناك والله قصر. والله والله. إذا هذه وستقرأ الأخرى. لدينا وقت، لدينا وقت. إذا هي على هذا النحو. أنا أعترف بما فيها من الإسقاط. جميل، تفضل. أقبل على الرحب عم يا شاحط الدار، الله، مدمدما فوق ريح ذات إعصار، الله، إني أحسك هفهافا على رئتي، بردا من الثلج أو لفحا من النار، الله، اقرأ بربك ما دونت من سدم تطفو على الشمس عصرا بعد أعصار، اقرأ كتابك للدنيا فإن به تململ القهر من عيني سنمار، الله، إني أحسك كابوسا يطوقني كبسمة الغول إن حنت إلى الثار، الله الله الله. يا تائه اللب في دنيا محجبة، يا شارد العقل، الله، في مشتط أفكاري، اقرأ بنقطة باء الغيب يا قاري، الله، فيك محيت رؤى مخضل أشعاري، كنت كتبتها دواوينا، فيك محيت دواوينا من أشعاري، ولكن هذا المشارقة لأنهم لا يقرؤون ورش، الهمزة عندما تكون همزة مسهلة يقول هذه فيها زحاف. جميل.
أقبل على الرحب عم يا شاحط الدار مدمدما فوق ريح ذات إعصار إني أحسك هفهافا على رئتي بردا من الثلج أو لفحا من النار اقرأ كتابك للدنيا فإن به تململ القهر من عيني سينمار إني أحسك كابوسا يطوقني كبسمة الغول إن حنت إلى الثار يا تائه اللب في دنيا محجبة يا شارد العقل في مشتط أفكاري اقرأ بنقطة باء الغيب يا قاري فيك محيت رؤى مخضل أشعار واثقب من العالم السفلي جلدته واصعد إلى العالم العلوي يا زاري الله فكك مركبة التكوين ذاوية منها السواري على أوتاد فخاري أو ذاوية على الحالية فكك مركبة التكوين ذاوية منها السواري على أوتاد فخاري مزقت سفرك فلتنشئه ثانية واسكب تعاشيب جنات وأنهاري واعصر من الخلد كرما قرقفا غدقا كناشئ الحلم أو تهويم أزهاري مزمارك الشمس كالنشوى مطوحة في مدرج لا تناهي عبر أسفاري وجوقك الجن والأطباق طائرة تجاذب الشمس مزمارا بمزماري مخلدا بشنوف الوهم ممتطيا طرفا من الليل مثل الكوكب الساري الله الله أقراطك الأمل المشبوب راقصة منه العذارى وقد غنت لسماري وفكرك الشامخ الجبار منتصب ملء الحياتين لم يخنع لجباري الله أسلك ممر سنين الضوء منجردا وادرج بليسية البسطام يا حاري أطواقك الخلد وهاج سبائكه واللاز ورد أكاليل من الغار إني تناسخت في عينيك ثانية سعيا على جرف من حظك الهاري الله يدعونني القطب بهو الشمس دائرتي وقبلها كنت أدعى سارق النار الله إني أوشح بالحناء حقولهم وأودق الفجر من توكاف أمطار وأمسك الماء والنيران ذين معا وأعصر الخمر من نار وأنوار الله تطلسمت فيك رؤيا الأولياء فما تفضي بأسرارها إلا لأسرار تذوي القناديل في عينيك شاحبة كيما تنير ضريح النازح الدار الله لولا أغاني حشاشات الوجود وقد دبت بهن حميا خمرة العاري كشفناها من إزار الشمس من حبك من السماوات ذات القرقف الجاري الله الله إذا لا أطعمت نار الحقد ما كتبت يدي وقافست في الفيران كالفاري الله ولوعة الحبر قد خيطت جوانحه على دماميل من كبت وإنكار من قصة الحرب من إحباط لعنته الله كمثل ما سقرت أفلام غوار تكسرت من نصال الشك غابتها في خافقيك كما تخراز أبالي تمصر المدن الفضلى خرائطها حلم النبوغ مدى إغراب أطواري وفيك قد نفش القطعان أي غبا هذا وسعي مهيض الرأي خواري مهلا ولطفا أبا حيان يا أبتي مأساة عقلك قد غاصت بأغواري الله مدائن الملح في نفسي مشرعة للاتوقع والطوفان تياري الله مقرفص في فجاج التيه كبلني ذلي وقهري وإبلاسي وإعساري الله تخور في راحتيك النائبات كما ضلت يهوذا بوهم العجل خواري أيحتسي السم سقراط وتقحمها سعيا بزندك عالي المنكب الواري تؤبر النخل في الجوزاء مشربها خضر الحقائق من مسكي أفكاري الله. ضلوا بعقلك لم تبرح مدائنه عزيزة ماتني أبكار أسواري وقد كسوك مسوح الصوف آوينة وألحقوك بضلال وفجاري وأنت أماليد مطوحة إمتاع مقوين أو إيناس أسماري الله. لولا مآسيك لم نعرج إلى فلك لفلاك من تحته حافات صناري الله. يا طائر من شواهين النبوغ هوى من حالق نازعا
شوقا لأوكاري فكفكفته مآتي الحرف عالية لا تبعدن رعاك الله من جاري. الله. الروح منك الطباق السبع منشأه إن الضباب نزوعات لأوجاري. ها أنت للرملة الوعساء مخترق قرصا من الشمس أو مخضل أشجاري. عد عد إلينا فإن المومية مزقت والشعر بعدك أشلاء بمنقاري. هذه القصيدة هي كما يسمى الحسانية قشيرة فيها أشياء. شوف هنالك مثلا أساطير الأشوريين والبابليين والكلدانيين. أيوة. يزعمون أن الشخص هم كانوا أساطيرهم وثنية في قلقامش وتلك الملاحم أن الشخص إذا أراد أن يتصل بمصاف الآلهة كانوا يقصدون الملائكة والعالم العلوي يثقب جلدة العالم السفلي ويرتقي منها إلى العالم العلوي. واليونانيين سارق النار هو عندهم العبقري ونحن نقول له العبقري لأن عبقرة رملة مشهورة بالجن وأنها تسكنها الجن. والعرب كانوا إذا استعظموا شيئا نسبوه لله ونسبوه إلى الجن. وكما حكى عنهم القرآن يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. وهنالك أيضا أشياء تدل على أن العرب كانوا يعتقدون للشعر نوعا من المدلول الديني. هذا تجده في سورة صحيح. الشعراء. انظر إلى قوله تعالى أهل أدلكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون أي الكهنة. جميل. والشعراء يتبعهم الغاو. فطبخ الشعراء في مرق الكهنة لأن المنظومة الأخلاقية الجاهلية تجعل الكاهن قاضيا وعالما بالغيب وتجعل الشاعر أيضا كأنه له قرون استشعار يستشرف بها الغيب وله تأثير شديد. وهذا ما يشير إليه الحديث اللي بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ وفد عليه زبرقان رضي الله عنه فقال يا رسول الله إني سيد قومي وهذا يعلم. يعني بن منقر عمرو بن لهتم المنقري فقال يا رسول الله إنه كما قال. ولكن سيدنا الزبرقان كان يريد أن يطول تيدين كان يريد أن يطول المدح. قال يا رسول الله لقد علم أكثر مما قال ولكنه حسدني. فقال والله ما علمتك إلا أحمق الأبي لئيم الخالي زمرت مرؤتي أو زمن المرأة شاة زمرة يعني ضيقة ضيقة الخلف فم الخلف ضيق وذلك يكنى به عن البخل. فقال يقول طرفه فليت لنا مكان الملك عامر رغوثا يعني نعجل حول قبتنا تخور من الزمرات أسبل قادمة. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. تدري لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكوته تقرير. إذا سكت عن شيء وهو له أدب جم مع ذلك لا يقرر على باطل. ولذلك قال تغير وجهه ففهم عمرو بن الأهتم فقال يا رسول الله رضيت فقلت أحسن ما علمت وغضبت فقلت أسوأ ما علمت وما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية. قال سيدنا صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة حديث البخاري. جميل جدا. وهذا شيء فعل نفس الشيء عندما قال النابغة الجعدي رضي الله عنه بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر على هذا وإلا لا أقر على باطل وهو جم الأدب. فقال أين المظهر يا أبا ليلى؟ قال إلى الجنة. قال إن شاء الله. إن شاء الله. جميل. إذن أستاذ هناك إشكالية أيضا أريد أن أناقشها معكم. ديوانك من بين الدواوين الموريتانية الحديثة الوحيدة الذي توجد فيه هوامش لشرح الكلمات وهذا يدل على تمسكك باللغة العربية واهتمامك بها. لكن سؤالي هنا ما هو موقفك من الشعر الحر ومن الشعر الجديد ومن اللغة الشعرية؟ أنا في الحقيقة هناك أشياء أنا في الحقيقة كأني أنا لا أريد أني مثلا أكون رجل معذب أو رجل مثلا يشتكي ولكن أنت تجد أن جميع من يكتبون عن الشعر الحديث في موريتانيا تجاهلونني بالرغم أني ظاهرة لا يمكن. لو أن مستشرقا جاء هناك مستشرق أمريكي جاء هنا واشترى من هذه المدرسة 10 كتب من كتبي ليريد أن يحللها. وإذا لا يستطيع مستشرق أن يأتي هنا ويتجاهل
وهذا كلهم يتجاهلونني وعندهم شيء تأكيد ذمي بما يشبه المدح، يقولون هو شاعر فاحل وجاهلي وكذا. هذا الديوان عندما تنظره ديوان حديث بمعنى، شوف هذه القصيدة مثلا، شو فيها قصيدة سارق النار. أيوة. اللي هذه سارق النار أنا كتبتها في السبعينيات 75، ستكون فيما بعد ذلك لها شأن كبير. ولكنك أستاذ دعني أنوب قليلا عن بعض. دعني أنوب قليلا عن البعض. لكن المشكلة ليست في تجديدك، فأنت والحمد لله معروف، وهذا ليس مجاملة، أن لك صور شعرية مغلة بالحداثة، ولكن المشكلة لدى المتلقي لشعرك هو هذه اللغة القاموسية التي تستخدم. هل مرة أيوة. مرة كتب أحد الناس كلام طريف نقدني وقال هذه اللغة القاموسية التي لا مبرر لها. فرددت عليه بمقالة بعنوان اللغة كلها قاموسية إلا المبرر، لأن المبرر كلمة لهجة عامية عراقية عربية قديمة، مثلا لهجة ما أدري إن كانت كردية أو تركية. نحن عندنا كثير من الكلمات الآن التي مثلا شاعت في اللغة العربية، مثلا بيرة، كلمة بيرة بمعنى الراية، هذه كلمة تركية. أيوة. وعندنا مثلا كلمة النشامة العراقيين، كلمة النشامة هذه تؤثر فيهم تأثير شديد، وهي كلمة غير عربية، ولكن للشعر لغته. أي نعم. أيوة. على كل حال أنا ما أريد أن أكون مثلا حاجرا على الشعر، ولكن الله تعالى يقول لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. جميل. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. أنا قرأت هذا الشعر العربي. أيوة. وأنا الصورة القديمة الصورة الجديدة ألبسها كلمة مفردة لغوية، لن تجد كلمة نافرة مثلا بعيدة الغور. أيوة. ولكن هناك تجد كلمة، وأحيانا يكون من الصورة أنفسها، يكون مثلا عندما ترى هذه القصيدة. أيوة. ليس فيها مثلا كلمة مثلا إن الضباب نزوعات لأوجاري، الوجار هو حجر جحر الضب، هذا معروف مثلا، لكن الصورة فيها أحيانا وعورة، لأنه شوف ليسية البسطامي، البسطامي يقول خرجت من ليس إلى ليس، خرجت من ليس إلى ليس في ليس نحو ليس، يتحدث عن مجالات الفناء، يعني أن الله سبحانه وتعالى يذكر الإنسان. يقول الصوفيون الذكر بغير حضور يؤدي إلى الذكر بالحضور، والذكر بالحضور يؤدي إلى الغيبة في المذكور. فإذا وهذا له شواهد حتى من السنة. يعني هل كتبت شعرا حرا في حياتك؟ والله كتبت قصائد. حدثنا عن هذه قصتك مع الشعر الحر. كتبت قصائد، منها قصيدة الربيط. أيوة. قصيدة من الكامل. ألا ترى أن هذا العنوان، حتى هذا العنوان ينتمي إلى لغة غير لغة الشعر الحر؟ سيدنا أبو لبابة رضي الله عنه كان حليفا لبطن من بطون اليهود. أيوة. في المدينة المنورة. كان أباؤه حلفاء لهؤلاء الناس. أيوة. وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما سيفعل بهم. وجاءه نساؤهن يبكين فرق لهن، فأفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول لا يحب أن يفشى هذا السر. فربط نفسه في سارية من سوار المسجد. وقال والله لا أحلها حتى ينزل الله توبتي. فتاب الله عليه. فأنا أقول إن أبا لبابة استشعر الذم واستشعر المخزاة من إفشائه لسر الله صلى الله عليه وسلم، ونحن سلمنا فلسطين لليهود. فلا بد أن نربط أنفسنا حتى يتوب. أيوة. الله عليه. أنت قلت الربيط بالطاء ليست بالضاد. جميل. الربيط. أيوة. وهي وربط نفسه. أيوة. جميل واضح. هذا كل هذا نظم الغزوات، كان كل فتاة وفتاة يقرأ قرآنه. جميل. أبا لبابة وعلى المدينة كذا أبا لبابة الربيط بسينة. إذن هذه قصد، ما هي قصد الربيط تتذكرها؟ هي في الحقيقة. ولماذا أيضا تكتبها؟ دعني أطرح هذا السؤال، لماذا تكتب قصيدة من الشعر الحر في تلك المرحلة؟ أنا كنت أكتب الشعر الحر، لي قصائد كثيرة من الشعر الحر. لو جمعت ما كتبت من الشعر الحر لا 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 شكل لكان ديوانا. جميل. ولكن عندما مثلا زايل تلك الفترة كان كتابتي للشعر الحر فترة تقليد لهؤلاء الشعراء الذين يكتبونه. ولكن عندما علمت أن قضية الشعر الحر أنها فتنة مثل هذه الفتن الكثيرة. يا أخي لعمرك
هذه من القصيد، من قصيده الشاعر الذي كنا نقول عمرا من يهتم المنقري. ايوه. لعمرو كما ضاقت بلاد باهلها ولكن اخلاق الرجال تضيق. ايوه. ما ضاقت اللغه العربيه ولا الشعر العربي بلغه الخليل وبحر الخليل، ولكن معارف الرجال وشعر الرجال وقدرات الرجال اللغويه. جميل. الدكتور عبد الله الطيب رحمه الله، هذا السوداني معروف، السوداني صاحب كتاب العروض ميزان العرب. اي والله، وكتابه هذا من ثلاث مجلدات، المرشد الى فهم اشعار العرب، معروف. قال اناقش هذه المشكله بتوسع واستفاضه، فقال المخرج هو اجاده اللغه العربيه. كان الشاعر، كل شاعر في الغالب كان موسوعه لغويه وموسوعه شعريه. ابو تمام في الحماسه اختياراته، يقولون انه اشعر في اختياراته من ديواني، الحقيقه انه شاعر ومبدع فيهما معا. اذا انت، انا مره كتبت في الجريده، كان هناك مدرسه كنت احاربها وسميها مدرسه التجهيد، مدرسه التجهيد، لان اقول لهم اذا كنا نحن في جريده الشعب. ها؟ في جريده الشعب. اي والله، لعلك اطلعت على بعض مقالاتك. طلعت على مقالاتك واطلعت على الجماعه التي كنت تضاد. وهنالك احدهم كتبت له رسائل انها من رسائل جاحظ، وهي ليست من رسائل جاحظ، هي رساله التغفيل والتهويل. أيوة رساله كذا. أيوة أيوة. وزعمت انها من رسائل الجاحظ التي لم تنشر. وفي الحقيقه انا يعني كنت استحي مما اقول له، ولا احب ان انسبه الى نفسي، كما فعلت بنت الشاطئ كانت. أيوة أيوة. توقع باسم. أيوة. المستعار. أيوة. صحيح. فاذا قلت لهم مره، نحن اذا كنا نكتب لغة أقرب ما تكون إلى العامية، وسيأتي جيل بعدنا يقتدي بنا ويجعلنا قدوة وأسوة، ويكون هذا الجيل أحط منا في اللغة. تصوروا مريتان بعد عام، بعد 100 سنة، ماذا يكون أدبها؟ سيكون العامية أو أتفه من العامية. والشاعر أيضا، هذا الشاعر بإذن الله يحيي ويميت في هذه اللغة، وله حاسة وله ذوق. مثلا خي تعور، والله الحيثبون والدردبيس والطخاوي، صبي الدين الحلي ألف كتابا وأهداه إلى أحد الشعراء، وكتابه ضخم كبير، وأنا أظن أنه له تأثير في المدرسة الموريتانية، لأن هذه المصاقرات اللي عند لبنو وعند المصباح، أعتقد والله أعلم عنده كان هذا النوع أنه من تأثيره. جميل. فألف كتابا وأهداه إلى أحد أصدقائه، فقال إن كتابك، إن ديوانك جميل، ولكنه خلا من الغريب، الناس كانت تحب الغريب. فقال إنما الحيزبون والدردبيس والطخا والنقاخ والعلطبيس لغة تنفر المسامع منها حين تروى وتشمئز النفوس، وقبيح أن يترك كذا، أن يؤخذ النافر الوحشي منها وأن يترك المأنوس. مرة كنا في بغداد. أيوة. وإذا هناك شاعر كويتي. أيوة. وجعل يقول إني أنا أنشدت قصيدة فيها، واسحنكك الليل. أيوة. في أفق الخليج دجا، لم يغني يوم حنين كثرة الزعماء. الله. قال ما كنت أحسبني أحيا إلى زمن أسمع فيه اسحنكك. جميل. قلت له يا أخي هنالك كلمات بجرسها اللغوي كأنها تصور ما تعني، اسحنكك في هذا ظلمة الليل، مثلا خفخف الثوب، ثوب الجديد يتفركك. ايوه. خفخفة، ماذا انت تعرف؟ كانه دراعة مقمية مثلا، منين تسمع خفخفة ذاك تفركك، الدراعة قريب من هذا. قلت له هذا اشد عورة عندك، والله بريكفاست بالانجليزية. قال بريكفاست كلمة لذيذة جميلة. قلت له انت على كل حال، بريكفاست كلمة عجمية، واسحنكك بعد ذو الكلمة جرسها قريب منه. فقال أحد الكويتيين إن هذا مفكر خطير. فقلت له ما قال علي رضي الله عنه لأحد الخوارج وكان يخافه، فقال يا خير الناس، قال أنا دون ما قلت وفوق ما تظن. هنالك أعود إلى سيدنا علي رضي الله عنه. أنا تذبي عن قضية تجديد. هناك في جريدة الشعب
اطلعت على لو سميها مساجلات ولكن ردود مقالات كتبتها كثيرة، وأنا مرة في لقاء شخصي ودي بيني وبينك قلت لك إنه ينبغي أن تجمع هذه المقالات لتنشرها في كتاب. المهم أنني أتذكر بين المقالات نقد ورد حدث بينك وبين المرحوم فاضل أمين. أنا أجل المرحوم فاضل أمين. حدثنا عنها أنا فاضل أمين أعتبره شقيق الروح وكان شاعرا عظيما جدا وأنا أحبه وأكبره. والغريب أنه ديوانه الآن لم أحظى بالتوفر عليه. أيوة صحيح. وأنا وإياه كنا مرة في بيت واحد استأجرنا وأنا لا أحب السهر وهو مولع بالسهر ويقول لي فما أطال النوم عمرا ولا قصر في الأعمال. على الرغم من أن لغتكما مختلفة في الشعر، يعني استخدام كل اللغة، ولكن هو شاعر مجيد يا أخي. هل تحفظ له شيئا؟ ما أدري. أي أداة أطاربة عز أطنابها. الله. وعنده قصيدة يعارض بها هذا الشاعر العراقي الصابئي. أيوة. الذي يسمى عبد الرزاق عبد الواحد. ذاك يقول إذا أنكرت رملة آلها. أيوة. وزلزلت الأرض زلزالها نصبنا لها كل هوالة لا تبصر العين خيالها. الغريب يا أخي أني أنا معجب به هو عبد الرزاق بن الواحد، ولكن لما لقيته في المربد كرهني ما أدري. قال لي أحد الصحابة من العراق يا أخي لقد حسدك هذا الرجل. قلت له كيف يحسدني هو شاعر عظيم؟ أنا قصيت ذيك من حق لصدرك يا عشتار يوم ربا واخضوضر الشعر في أفواهنا عربا. تابع هذه القصيدة. وفاضت البصرة ليست هذه هذه هبت تطارحني لولا ليلى الحديث وما عتمت أن لألأت من ثغرها إرما. الله. في صوتها كان نعناع العراقي سقى روضاته صيب يهمي بها ديما وصدرها كان بستانا مهدلة منه العناقيد بالرمان قد وشما. أين التي كان أنهار العراق لها ذوائبا وهزيع الليل إن عتما سبحان منشئ معروش الجنان لها ومن يبرعمها حقلا ينث لما الحب والعصف والريحان سامرنا بما من الحب في أحشائها اكتتما في ذلك الكحل من ذهل فوارسها موضونة أدرعا وضاحة شيما. الله. أيام كنا ملوك الأرض قاطبة نرعى الخزامى بصين استانا والسخمة. الله. من قبل أن نقعد الدنيا ونوقفها بميت القول لا نسرا ولا رخما فأخفش وابن عصفور جهودهما في واو عمر وداود تضيع وما. الله. وعقرب القصر والزنبور أيهما أشد لسعا وما إعراب أيهما. الله الله الله. هناك شاذ ابن جني خصائصه وسيبويه الكتاب الرائع العلما. الله. الأصمعي هنا من فك معتسفا هول البوادي إلى الأعراب محتكما والعاديات بذي قار إذا ضبحت. الله. والمريات به قد حنذ الطرماء ما أذرنا به نقعا وسطنا. الله. جمعا. الله. تغير به صبحا على شمما لا يكتسي. الله. عنتر إلا الحديدة ولا بوادع الغرلة قعقاع بني اللؤماء إنا إذا ما أفاض الناس من عرفات خير من صام أو لبى أو التزما لنا رفادة بيت الله إن حشدت بالخيف حول من كل الورى أمما وذكرنا في كتاب الله أنزله من قبل أن ينحت التاريخ والهرما من عبقر جئت أحد الخصب والديما وأمتطي الشمس والجوزاء والحكمة أقوض اللات والعزى وسربهما وأعبد الله بالإبداع محتدما. الله. إن أمطر الموت في لبنان ديمته أفاعيا وسلاحا فاتكا ودما وتل قابيل هابيلا للبته وأوقد النار من حرب الرهان إما ستعصف الريح من تلقاء ذي أرل جبل في الجزيرة. أيوة. ويطلع الفجر من أم القرى حلما. الله. نحن الذين بآفاق السماء سما بنا البراق ومن حلوا سبا إرما نظاهر السيف والقرآن ذين معا فنقرأ نظاهر السيف والقرآن ذين مع نتلو هدى السيف أو طه أو القلم. الله. وعاد يقول العراقيين أعيد مالة القرآن أعيد مالة حيصة بيصة وحيصة بيصة وبشار وشعر. فقال هو إن هذا القصيد أنه على وزن غير مضطرد وهنالك ميميات مضمومة وهيميات مكسورة. لكن ما أدري كيف قال هذا جاني عراقي فقال لي كيف. قلت له هذه القصيدة إن أنا ضمتها على وزن قصيدة للنابغة ذبياني
بانت سعاد وامسى حبله انشذما الله واحتلت الشرع فلاجزاع من اضم احدى بليين وما هامل فؤاد بها الا السفاه والا ذكرة حلوما. هذه القصيده مره التاريخ يعيد نفسه. هو كان في سوق المجاز اللي هو النابغه النابغه وكانت ناقته يعني ناقه لم تتادب كثيرا يعني ما زال فيها قاص نقول. وجاءت امرأة من أهل الحرم وجاءت يعني كأنها مثلا تريد أن تبيع جلود. كادت تساقطني رحلي وميثرتي بذي المجاز ولم تحسس به نعما من قول حرمجة قالت وقضى عنها الفي مخفيكم ومن يشتري أدما. قلت لها وهي تسعى تحت لبتها لا تحتمنك إن البيع قد سلم. بينما كنت في طريقي لسنغال وكان في المساء والسيارة واقفة هكذا إذ جاءت امرأة يعني تعرض بعض مبيعاتها مثلا مانجو وكاف هذا اللي لقرته وغيره. إذ وطئت عليها السيارة ولم يدري السائق حتى صاحت. فقلت لها لا تحطمنك إن البيع قد سلم. الله الله تذكرت بيت النابغة. الله الله الله. فالغريب هو كان مولع بشعر عبد الرزاق عبد الرحمن اللي هو فاضل امين. عبد الرزاق مبدع يا اخي مبدع. عبد وفاضل امين لا تحفظ له الان شيئا. والله ما احفظ ديوان. وهنالك رجل عمل رساله عليه علي صحيح الاستاذ الاستاذ زميلي والاستاذ مصطفى عمر اشتغل عليه في المتريز. دعني هنا اطرح سؤالا اخر. حدثني عن علاقه. انا كنت اقول له كان يسكن معي. أيوة. وكان شديد الولع بالسهر. أيوة. ولا ياتيه هاجس الشهري الا بالسحر. ايوه تدري ان هذا السحر وقت السحر فيه اشياء. صحيح. الشعراء يقولون انه وقت تتنزل فيه موارد الشعر. صحيح. والاولياء يقولون انه ساعه مستجاب فيها الدعاء. والسراق والخراب يقولون انه ساعه يعني ساعه عوره. أيوة. يمكن ان ينقض حد على البيت يسرق منه. واهل السفر. أيوة. يزعمون انه وقت تطوى فيه الارض. جميل. فقلت له إن فيك خصلة من خصال الأولياء. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهو كان يعني كان كثير شديد الولع بالسهر وكتابة الشعر في الأسحار. أيوة. إذن دعني أسألك هنا عن قصة حدثت لك مع بلند الحيدري. حدثني عن علاقتك. بلند الحيدري لقيته في الإمارات. شاعر عراقي. لقيته في الإمارات كردي يعني. وتدري هناك فندق في الإمارات. أيوة. أنا جئت على أنا ومحمد الأمين الشاه. أيوة. عملنا وجها لوجه. في الام بي سي. ليس بهذا العنوان. ولكن مقابلة. أيوة. أنا أتعصب فيها للقديم وهو يتعصب للحديث. جميل. والدكتور هذا أمير الشارقة حفظه الله شو اسمه القاسمي. القاسمي. أيوة. رأسا عندما شاهده قال دعوا لنا هذا هذين الرجلين. فجئنا هنا. لقيت بلند الحيدري. والغريب انه هذا الفندق يعني فيه كل المعدات كل الاشياء لكن فيه اشياء اكثر من فيه من الرجال هم هنود وباكستانيون لا يحسنون اللغه العربيه. واهل المشرق اغلبهم يحسن اللغه الارديه. أيوة. لانه مربياتهم صحيح. من الباكستانيات وغيرهم. أقول فيه إنه فيه كل شيء وأسباب الراحة ولكن الفتاة العربية فيه غريب الوجه واليد واللسان. كان بلند الحيدري هو ترجماني. أيوة. مرة وجدتهم قد وكان معجبا بك كثيرا. وقد وضعوا بعض الحلوى على سريري. أيوة. فتذكرت الأولاد. فقلت أطفالي الراقص الأطيافي في خلدي. لأن تعرف الحلوى تقدم صحيح. الأطفال صحيح. أطفالي الراقص الأطياف في خلدي. قد شد ذكركم ونفسي إلى بلدي. الله. أصبت من قطعة الحلوى فكدت بها أرى محمد قنديل المنى ولدي. الله. وكنت لوجدي ألقيها براحلته لولا الرباطة من جأشي ومن جلدي. الله. وكاد يلعب في جنبي عبادي التي تكاد تمسكهم كفاي بالعضد. الله. فلما لم أذكر الوالد وكان رحمه الله ورضي عنه في وقتها كان حيا. فقلت وكيف لا أذكر العذب الفرات أبي. نعم الدليل وإلى الخيرات والرشد. الله. فانشدته إياها فبكى لأنه من زمان كان صح. في بريطانيا. كان وجواز سفره بريطانيا. أيوة. ولكن يا أخي من اللي أثر في كثيرا أنه كان يقول لي
إنه يريد أن ينتحر. فقلت له أليس في الشريعة الإسلامية أن الانتحار محرم؟ قال نعم، الاحتمالات كثيرة مفتوحة وأنا أتحمل النتائج. فقلت له إن العقاد يقول إن الانتحار هزيمة. قال لي ولكن ألبيرت فلان وكذا وكذا بعض المفكرين الغربيين يعني انتحروا وكان شجئك، وأنشدني قصيدة قال إنه قالها في استقلال سنغال، فقال لي أنشدت سنغور إياها. أيوة. وكان شاعرا بالفرنسي. صحيح صحيح. فقال لقد وصلني نصف المعنى من حيث أجراس الكلام وهكذا. بعد ذلك بشهر أو شهرين بعد ما جئ بلغك أنه توفي؟ والله ما أدري إن كان انتحر أم مات. ومع ذلك هو يقول لي أنا مؤمن، وأنا يقول لي كنت أناقش بعض المستشرقين وأقول لهم إن الصلاة رياضة وكذا، وكان يستشهد ببعض كلام الطبري في كتابه التأريخي. جميل. دعني أسألك أستاذ، علاقتك بالشعر الغزل هل لا زلت لحد الساعة تكتبه؟ والله يا أخي، وحقيقة أيضا أنك كنت تستطيع ارتجال قصيدة. الشعر ما زلت ارتجل، أنا الشعر ارتجل وارتجاله. كنت ترتجل إلى مين؟ مرة هناك شاعر عراقي كان يذهب بي إلى الدوائر ويقول لي ارتجل، وكان يقول لي ليس المهم الجودة، المهم السرعة. جميل. أنا من شاء الله ارتجل الشعر. ترتجل الشعر. علاقتك بشعراء العرب الآخرين، دعني أسألك عن محمد مهدي الجواهري، هل التقيته؟ لا للأسف. وجدت ابنه فرات. أيوة. وهو للأسف ليس شاعرا، ولكنه ذكره هو في شعره. أيوة. في مرثاته لأمه. أم فرات. جميل. أرثها مرثية شجية جدا. جميل. عندي ديوانه من 4 مجلدات. من 4 ديوان رائع جدا. من 4 مجلدات. من الشعراء، الشعراء دعني أكون صريحا معك وتكون صريحا معي، من الذي يعجبك من جيلك من الشعراء الموريتانيين؟ يعجبك شعره يعني تحفظ شعره، أو على الأقل تحفظ بعض أشعاره ويعجبك؟ دعني من العلاقة الشخصية مع الشاعر، ولكن الشعر بالذات. يا أخي، أنا كنت مرة قال لي أحد لماذا لا تتحدث عن الشعراء الموريتانيين؟ فقلت لهم إني أحب أن أتحدث عن الأموات منهم. جميل. لا أريد أن أغيظ. أنا لا أحب أن أكذب في الشعر. لا أحب أن أكذب في النقد. لا أقول إلا قناعتي. وهم على كل حال شعراء وفضاء الإبداع واسع. جميل. أنا يعجبني في الحقيقة أبو شجع. أيوة. ولكنه شاعر، ولكن لا عد له. أنا أتحدث عنه وأذني عليه وهو لا يذني علي، ولكن ولا يجري منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا عدلوا. سأستضيف أبو شجع حتى يرد يا أستاذ إن شاء الله مرة. إذن دعني أسأل، كيف اتصلت بجريدة الشعب؟ وعلى فكرة بالنسبة للمشاهدين قد لا يدركون أنك استطعت أن تملأ لجريدة الشعب على مدى سنوات متعددة صفحاتها من القتال. سبحان الله يا أخي، جريدة الشعب أنا من مؤسسيها. أيوة. وأنا أيضا من مؤسسين هذه الرابطة الأدبية. أيوة. ولكن سبحان الله، مرة قال لي أحدهم إن الرابطة زمان فايت. مازال قالها الرابطة، وراك عاد قالها الاتحاد. قصة لا الآن أكف عنها. المهم. أيوة. أني جئت لجريدة وأنا أصلا من مؤسسينها. ربما يكون اليوم أكون صائما في رمضان ويكون كتابها غير موجودين، وتحررها جميعا، فأعمل منها 3 صفحات في وقت واحد وأنا صائم. مثلا مرة كتبت الصفحة الأدبية. أيوة. وكتبت الصفحة التاريخية والصفحة الدينية وعملته وكتبت القصة القصيرة وحتى شبه الرواية وحتى الرواية الممسرحة كتبت فيها أشياء عن المتجردة والنابغة. قصة مرة قال لي أحد مديرين التلفزة عمل لنا شيء مثل هذا، نعمله مسلسلات عن الشعر الجاهلي. جميل. إذن الغزل قلت لك أريد أن أستفيض في هذا. أيوة. مرة شئتها
فغلقت الأبواب دوني. أيوة. فأحد المديرين أو أحد وزراء الثقافة بعثت له رسالة قصيدة. ذات الجلالة، والله أخت الجلالة، ثم يقولون صاحبة الجلالة. أيوة. الصحابة. أخت الجلالة من فكت تحملني شكوى إليك لإسعاد وإنجاد. وأذكر الشعب وأذكر طفت العروبة قاصيها ودانيها أحسو من العلم والآداب كالشاد وجئتها بشهادات وتجربة. لين بعد من الأربعين وهي كالمعزات تحلبني بغير ما علف منها ولا زادي. الله الله الله. إلينا والفأر والقط أنا أظل فيها أكتب. يعطوني شيء راتب زهيد. والفأر والقط أصحابي وخالصتي. الله الله. والفأر والقط أصحابي وخالصتي. كذلك لا نقول نحن الطيب النادي. هل وصلت في الرسالة؟ لا لم يجد شيئا. إلى أن أقول فيها والفأر والقط أصحابي وخالصتي. كذلك نحن الطيب النادي. يموء قط وتسلينا بريشتها عناكب الدار ذات المرسم الهادي. والشعب تجهلنا إلا إذا كنست وقل ما فعلت قثاءة الوادي. فإذا سبحان الله ذيك الأشياء كلها لم يكن لها يعني وقع ولم جميل. المشاهدين الآن على هنالك على هذه الفكرة. نفس الشيء. أحد المسؤولين جئت بهذه القصيدة. أيوة. وقتها لم أكن كنت أتمنى أن أعمل في الصحافة. أيوة. وتذاد عني الطرق. أيوة. فقلت هذه القصيدة شكوى إلى سيف بن ذي يزن. أيوة اسمعنا. أهبطت على غمدان رحمة ربه فحقوله دان القطوف جناها. مذ حبرت يد الغمام بديمة من سح هاطلة يعم جداها. وشى الربيع بها خمائل روضة بالأقحوان ند تلألئ فاها. نسجت غلائل بردها من حمير أيد. نسيج الخلد بعض سداه. السد مأرب ما يزال قصيدة غنى أثير الخافقين حداها. من عهد تبع وهي ساجمة الحياة تمري ضروع الفرقدين يداها. إياك يا سيف أو يا سيفا يغني شاعر خلعت عليه القافيات رداها. الله. الهاتفات به هواتف عبقر والبالغات به قصية مداها. صدر الرعاء وما يزال محلأ عن منهل عذب الورود سفاء. يا ابن ذرى الأذواء خرطوا منها السامكين من الفخار سماء. الله. جرد من العضب اليماني مصلة يحمي من الفصحاء ثغور حماها. من كل موشي الجفون مشطب يغني من البيض الرقاق. ما كل موشي الجفون مشطب يغني من البيض الرقاق غناها. نحن نزعم أننا من حمير. ومرة كنت في النيجر وكان معي شاب موريتاني وكان يحملني لأني أجد وجع في ركبتي ويستندني ويهاديني. فبينما نحن نتحدث هكذا بالحساني إذ قال يمنيون ما أحسن هذه الليشة، ما من أين أنت؟ فلم أقل لهم موريتانا، قلت أنا من حمير من ظفاري. قال سلم على شيخ العشيرة، شيخ عشيرتك ها هو. فجئت يعني أهوي إلى شيخ العشيرة فقال لي يا أخي بالحسانية، قال لي ظهر لي أنك أحسن فيك، قال لي نسلكك من تموت في المعترك من جبيد الدم الهوى الخلطة دي حميرة. غريب أن اليمنيين يشبهوننا. وأنا لاحظت أن اللهجة اليمنية هناك وخاصة لهجة الأزد هناك جذور لها. الأزد أزد شنوع يشبعون الضمة وهو يقول محمد محمد دوها والألفة والفتحة ألفة يقولون محمدا. جميل. ويقولون محمدي محمدي هذه. جميل. ويبدلون التاء طاء. قال المتنبي غلط الذي حسب العشور بآية. جميل. ترتيلك السورات من آياتها. جميل. بعض العوام يقول لك الطراب. هذه لهجة فصيحة. جميل. المخرج يشير إلى أن نهاية الوقت وأنت واضح أنك لا تريد أن تحدث المشاهدين عن شعر الغزل في كلمة واحدة. دعني أسألك سؤالا، ما هو موقفك من شعر المدح
مدح الأشخاص ومدح الرؤساء ومدح الزعماء، هل لديك موقف من هذا أم تعتقد أنه لا, 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 لا مشاحة في ذلك؟ الواقع أن الشعر في الأصل ليس للمدح، والنابغة الذبياني والعشاء غض منهم المدح، ولم يغض من زهير لأن زهير كان لا يمدح الرجل إلا بما يعلم فيه. والأصل في الشعر أن يكون تمجيدا للأمة ورسم للرؤى الحضارية، والشاعر كان شاعر القبيلة وكان شاعر ومدح السادة والنبلاء من لهم هذا إذا كان صادقا. قال أبو تمام: ولولا معاني سنه الشعر وما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم. ولكن أريد أن أوصف الشعراء. يا أخي أنا أمثل قضية مدح الشعراء بمدحية بمسألة الشرفاء. الشرفاء لهم خمس من الغنيمة، وهم أصلا لا ينبغي أن تعطى لهم الزكاة. إذا لم يجدوا خمس الغنيمة فليأخذوا الزكاة. يعني الشعراء كان ينبغي أن الدول ترفع من شأنهم وتجعلهم في ظرفية حسنة حتى يتغنوا بأمجاد الوطن. فإذا أصبح الشاعر فقير مسكين هو لابد له أن يتكلم. هذا هو فرق جيد. إذا أستاذ الوقت داهمنا، أولا هل تود أن نتابع في الحلقة المقبلة أشياء؟ والله إذا شئتم. جميل. إذا هذا وعد ما عند المشاهدين إن شاء الله في الحلقة ستكون حلقتنا الثانية الحلقة المقبلة. أشكرك على تجشمك على المجيل، لأنني أعرف أنك تجد صعوبة في ركبتك. شكرا لك أستاذ محمد الحافظ، وإن شاء الله سنتابع في حلقتنا الحلقة المقبلة إن شاء الله بعض الطرائف وبعض الأحداث. أشير إلى أني في هذه الحلقة لم أشأ إلا أن أكون عاديا. جميل. لم أفتعل شيء ولم أكون هذا ما أريده أنا أيضا أصلا من ضيوفي، أريد أن يكون الأمر أريحيا وأن يكون مفتوحا. إذا المشاهدين الكرام، في ختام هذه الحلقة من برنامج الفضاء الثقافي لكم تحيات الطاقم الذي أشرف عليها كاملا المخرج بابو الميني، وتحياتي الشيخ سيدي عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. برنامج الفضاء الثقافي.